كبيرة بين يلي ومحاولة مرور خلص ناتشو راكيتيتش مرور أول ناجح تسديدة خطيرة ودي أمام الكرة من ألبا وتصليحة حلوة أو من لوتشو نيمار إلى ميسي ترتد الكرة وتسديدة هنا يا درس ركونة في الكوس خطيرة للفريق الكرة الأولى خطيرة صعبة جول الهدف الأول الهدف الأول في أي كرة دخلت الكرة تحسب كرة هدف سواريز نيمار سواريز يراوغ سواريز دخل سواريز دلي با 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 جول ثنائية من لو ميسي يسمع الهدف سواريز يعدي سواريز يمشي سواريز يوسع ونيو وميسي التسويق جول 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 برشلونة أوسكار بوراهيل أولولو تقديم نيمار ليو ميسي راح انطلق في الهجمات المعاكسه شوف المساحات كيفاش بدات تظهر ليو زاد بسرعه دخل ليو راح ليو ليو لسواريز من هناك عجل يمنى ليو سواريز نيمار جول وسواريز جول الاولمبياد هي بطل اوروبا على فكره للمنتخبات الاولمبيه السويد كانت فاز على البرتغال بركلات الترجيح انطلاقه تاتي الان من جانب ميسي 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 يلعب كره على الجانب الايسر للويسيتو لويسيتو في الامام منير الحدادي منير 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 فرصه جول جول تعالى بيتشنتي بورقة فريق اشبيليا كان واضح والانطلاقه عن طريق ليو ميسي على الجهه اليمنى زاد بسرعه ليو مع راكيتيتش ليو مازال ليو دخل ليو راح ليو 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 با 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 جول جول يا له من جول لويس سواريز المبدع ضربه بقصيره رائعه محاوله لليونيل ميسي يوقف على كورته ميسي يبعد عن زميل يغير اتجاه اللعب لدينيس سواريز 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 تمريره طويله خطيره اردا يا سلام وتفوق في هذه المباراه بهذه النتيجه المستحقه دينيس سواريز الذي كان البديل لسيرجيو بوسكيتس المصاب بعد 9 دقائق وخروج ونزول دينيس اللي سجل الدقيقه 32 ميسي في الدقيقه 50 ولوتشو في الدقيقه 68 ونيمار هنا بالهدف في الدقيقة أمامنا سنوات طويلة قادمة لكن طبعا مطالب أكيد ويليامز بأن يستمر على هذا النهج لأن في بعض اللاعبين بهذا السن يتألقون ويتراجعون بعد ذلك لكن ممكن الجول الأول ممكن الجول الأول تحولت 62 مقابل فريق فقط يخوض مباراته رقم 114 في الليغا انطلاقة من جانب ميسي هذه خطيرة هذه فرصة الآن للأمام وفرصة جول المدافع سجل لبرشلونة المدافع هو اللي سجل خونكا خونكا لأن كل أقدام لاعبي برشلونة إلى هدفين نظيفين في هذا الديربي الجميل الله 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 شيء كبير ما يحدث في الكامب نو في الشوط الثاني شيء كبير شيء جميل هو حتى كيكي فلوريس مستمتعين والله مجاني استلمها في الوسط والكرة العرضية من مجاني ضاعت تسترجع من رافينيا ليو ميسي المراوغة الرائعة من ليو كرة رائعة سواريز رغم الظروف الصعبة ورغم تضييعهم لعدد كبير من الكرات الكرة البينية ليو راح ليو انطلق ليو وصل ليو مازال ليو 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 يتقدم ليونيل ويحاول المرور ويأتي بكرة الآن إلى أنيسا يسقط أرضا لكن نيوتن لا زال الله الله الله
اتلتيكو المدريد الاسباني. ميسي موجود في متراجع يطلب كره تمرر عند ميسي بينيه وصلت سواريز ميسي ميسي مار ميسي تقدم مع الله 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 راكيتيتش يجد ليون نيمار على الجهه اليسرى وصلته من عند ليون نيمار 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 ليون 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 ومتسلل وراكيتيتش لويس سواريز زاد في السرعه مع ليون وصلته الكره دخل نيمار ليون وسواريز رجعت لسواريز وتسديد الجول حتى راكيتيتش يسجل مع برشلونه ثالث اهداف هذا الموسم في الوقت الحالي لمسه من جانبي فيدال تمريره الرديله فيدال انطلاقه ممتازه على جهه اليمين باكو الكاثر خطيره داخل منطقه الجزاء واردا في الانتظار كره وصلت من هناك على الجهه اليسرى اللعبه ثنائيه ممتازه ليو سواريز وبابا جول يا لا من هدية من سواريز لنيمار ونيمار تمشي الكرة في وسط الميدان عملية تاتا لوجود خطأ السرعة في التوت الأخير ليو 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 جول 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 فعل تاني سواريز عبد الكرة لبوسكيت ليونيل ميسي ليونيل ميسي نو بارشا سيرجيو Sergio Roberto, Sergio Oster! والهدف الثالث البيستوليرو أطلق الطلقة ضرب رصاصة وأعتقد هذه المعطيات تؤكد قوة لمسان وقوة البارسا لما يكون إنيستا حاضر والرابع الرابع مهاري يمر 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 يعني يمر يمر يعني يمر يمر يعني يمر مر في الكرة الله الله إلى ميسي في هذه المحاولة الآن وكرة جميلة وهذه فرصة جول 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 لكن بارسا يبقى بارسا ثقافة ليو ميسي حاول المرور عنده الكره يلعبها ممتازه كره هي اوبا با 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 جول جانبي بوسكيتس تمويه جميل لبوسكيتس بينيه لليو ليو يحافظ على كره محاصر بينيه خطيره لجوردي وسواريز هدف لبرشلونه نعم نعم هدف اخير دينيس سواريز فيدال ليونيل ميسي ليونيل ميسي دينيس سواريز حاول مرور كرة تعود لميسي ميسي بلمسة يلعب كرة ممتازة بانطلاقة سريعة لفريق البارسا ونصر الثالث لويس سواريز خطير سواريز الثالث ركب لسبب بسيط أو لسبب بسيط أنه لا يلعب أساسيا ليو لسواريز الهاتريك يا سواريز الوزيت والهاتريك وارتا كرة في عرض نيمار لكن برافو الدفاع يرجع نيمار يرجع نيمار يرجع نيمار يعطي الباس يجري اللاعب لوبيز تمشي كرة ليونيل ميسي ليونيل ميسي والثالث التيرسيرو ديال بولغا ميسي يلعب كرة والدفاع يرتبك الهدف الثالث الهدف الثالث وبالنسبة للساحة الأوروبية الشامبيونز هدف اوبجيكتيف يا ميسي يمشي ليونيل بعد خيبة كوبا أمريكا بعد الاعتزال ثم العودة ميسي يلعب والكرة توصل والبارسا من البداية جول 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 نيمار جول 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن البارسا يقلب الطاولة البارسا يقلب الطاولة بالدقيقة 87 النتيجة 3-1 البارسا يحتاج 3 جوال فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو جمهور البارسا في الكامب نو الريمونتادا دي ستوريا الريمونتادا أنتولوجية تاريخية 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 6-1 6-1 يا الله يا الله على زلزال الكامب نو هل أنا ما زلت فوق كرسي أمس ميسي في الدقيقة 17 والدقيقة 37 وأمتيتي في مرمى في الدقيقة 42 يعني أمامنا لمسة لويس سواريز ثلاث أهداف في الشوط وأدي أمامنا ميسي قوية لكن جول خطط جول ميسي الخطيرة لويس سواريز وميسي لكن مرة ثانية الضغط تعود مرة ثانية ميسي عمل حلو قوي باكو 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 باكو, 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 باكو
ممكن يكون ايضا لاعبين جدد في الطريق بالنسبه للبرسا على المستوى الهجومي، ام ممكن يكتفي البرسا بهذا؟ ليونيل ميسي لا يكتفي اطلاقا، الهدف التاريخي في اللقاءات، يا سلام بدون اوفسايد جميله، جول ممكن، جول اهو الهدف الاول للبرسا، الهدف الاول للبرسا، جول، الله على عظمه التمرير يا ميسي، كم انت رائع وراقي يا ميسي، على سجاده يا جماعه بيحط الباص ايه ولا في الاخر دخل، تلعب بعيده تماما ليو ميسي مع لويس سواريز، ليو ليو دخل ليو من هناك لراكيتيش طبعا نيمار، راكيتيش ليو ليو با 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 جول، عالمي هذا الجول وعالمي هذه التمريره من ليو، ليو استلم ليو توغل ليو مرر نيمار البرازيلي نيمار وصل نيمار 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 يمشي بالدقيقة الأخيرة عن طريق ميسي، ميسي كبر قلبه، هل تنصفه الكورة ويسجل الرابع بصفة شخصية، يمشي نيمار يعاودله، يمشي نيمار 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 جولاسو جولاسو. وفي الموسم الماضي مع فريق هانوفر في البوندسليغا لعب 34 مباراة، هذا الحارس لعب كل مباريات البوندسليغا، هذه لويسيتو 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 بسرعة بالكورة من جانب الفريق الأبيض، رامي يلعب بالنار الفرنسي او كاريسو في هذه اللقطه، يعدي ليو 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 كوره، جول سواريز، جول جول، جوردي ألبا ممتازه لليو، ولا لا با 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 جول، صامويل أومتيتي سجل اول هدفه مع البرسا في الدوري، نعم صامويل أومتيتي سجل اول هدفه، عنده الرغبه وعنده الشهيه انه يسجل مزيد من الاهداف، سجل كم في مرمى ليفركوزن 5 اهداف، ادي عنده هنا ميسي، عرضيه جديده ولمسه جديده وهديه جديده، ويعني ايه في ليله سعيده هنا لويس سواريز يجيب الهدف الثاني ليه في هذه المباراه والهدف السابع للشهيه، عرضه توران، عرضه توران مرتد القطري خوف فيها رابع فيها رابع فيها رابع فيها رابع، يهرب ميسي يهرب ميسي فيها الرابع فيها الرابع، ميسي 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 عدى ميسي باسا، والكرة عند طريق أردا دوران، أردا دوران لليو، ليو شيء كبير، والعدد الرابع روعة 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 يا نادي الروايع، روعة يا نادي الكبار، روعة يا نادي السحارة، روعة يا نادي المهارة، روعة يا نادي الإبداع والمبدعين، لويس سواريز جول، قلت لك الرابع من الهرب الرابع من الهربة، شفت فريق لوغانيس من دياز لوناي لوبيز كاد يطلع، ضاعت الكرة هذه وليو ليو ليو با 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 جول، ليو لا يسقط، ليو لا يضيع، ليو ليمرر، سواريز منح لنايم لميسي في المرة الأولى، ميسي يرد لي سواريز هذه المرة، نصف نهائي كأس الملك الإسباني، انطلاقة من جانب اللاعب باكو الكفاف اللي بيحاول، هذه التمريرة باكو، يلا يلا يا باكو يلا يا باكو، باكو يسجل باكو يسجل، ادي امامنا هنا من جاور السعيد، ميسي بيسعد، وادي باكو ياخذ الهديه ويسجل، نادي برشلونه 4 لميسي 4 لنيمار و1 لراكيتيتش، هذه اماميه فرصه فرصه فرصه، جول جول، تسجل يا سواريز، من غير المعقول ان لا تسجل يا سواريز، برشا يعني مضطرب ماهوش هادي في مباراه اليوم، خايف برشا، يمشي ميسي ميسي حاط الكره والهدف الثاني، والبارسا يوصل الفينال الليغا، البارسا سيبقى في صراع الليغا، ميسي والهدف الثاني من ايفان راكيتيتش، برشلونه من الخلف واصبح سيد كاس كوبا ديل ري ب 28 بطوله، هذا المرور المعتاد، هذا ميسي هذا ميسي، الله 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 يا اخي، انت عندك ميسي تصنع العجب، عندك ميسي تصنع العجب، هدف ثالث لبرشلونة وشيك الى الدور النصف النهائي، هل من مزيد يا بارسا، هل من مزيد يا ليو، متعني 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 متعني، جول جول،
السادس والخامس. يمتع البارسا، يبدع البارسا. داني سواريز اللي يحاول لا يمر ليوب، لا ينجح في المرور، يستعد الكرة يلعبها بينية لسواريز، والتعادل لبرشلونة. التعادل لبرشلونة فعلها سواريز، خطيرة باليدين، الكرة مبعدة بعد ذلك وصلت إلى بوسكيتس. بوسكيتس، ميسي 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 مع رامي، ميسي حاول، ميسي يبعد عن زميله إلى منير، وضع منير أمام المرمى والثاني الأهداف. دوره طبعا في هذه المباراة كدور سيرخيو بوسكيتس، تمريرة في العمق، الله يا ميسي، الله الله الله، جول جول من منير الحدادي، لكن تمريرة ولا أروع من ليو ميسي في عمق الدفاع، ومنير الحدادي استلم وخد المدافع في ظهره منير الحدادي. طبعاً على فترتين، كرة على جهة اليمين، محاولة باتجاه ليو، ليو في الجبهة اليمنى، ميسي يلعبها لسواريز، وهدف لبرشلونة، هدف لبرشلونة. حضر راموس في 93 يعدل النتيجة، وبعد ذلك البارسا عن طريق كارفاخال، أو الريال عن طريق كارفاخال، يحقق الثنائية في هذا العام. ميسي يستلمها، لا 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 لا، ما هذا يا هذا، الله على التيكي تاكا. حتى في الأهداف متعة، فن، ضرب، موسيقى. البارسا في الشباك، البارسا، أنا أقول سواريز بل سأقول البارسا في الشباك يا جماعة.